يابانية كنت معانا عبر الهاتف. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. نتجه معاكم طبعا دلوقتي، هنروح دلوقتي مع حضراتكم بقى الى الموصل في العراق، ورجل تخصص في جمع القطع الأثرية بهدف الحفاظ على التراث العراقي القديم اللي دمر بسبب الحروب، حتى تمكن من جمع اكثر من 5000 قطعة أثرية بتعبر عن التنوع الثقافي بمدينة الموصل. طبعا العراق يعني معروفة طبعا بتنوعها الثقافي والأثري والحضاري وخاصة في الموصل. شوف مع بعض هذا التقرير. وسط نحو 5000 قطعة تراثية وأثرية يعيش العراق أثرية يعيش رقي فخر الطائي وأفراد أسرته في بيت غير عادي بمدينة الموصل. حول الطائي بيته إلى متحف عام ومؤقت بهدف الحفاظ على تراث الموصل الذي تعرض لضرر بالغ خلال الحرب. بدأ الطائي يجمع القطع التراثية في أجواء بلاده الصعبة. بعد ما تحررت مدينة الموصل رجعت إلى مدينتي ومنطقتي اللي هي الموصل القديمة، شفت التراث والحضارة الموصلية مدمرة بالكامل. فأني شفت هم جايين متعمدين بأن يدمرون هذا التراث، فأنا من هنا بدأت عندي الفكرة بأن أجمع ما أقدر عليه من التراث وأعيد ما غادي يدمرون، أنا أعيد أحييه للمدينة. وأضاف الطائي وهو متقاعد أن مجموعته تضم أكثر من 5000 قطعة تراثية تمثل الأقليات العرقية والدينية المختلفة التي عاشت في الموصل من أكراد ومسيحيين ومسلمين ويهود وتركمان وغيرهم. بين أكثر من 5000 قطعة أنا جمعت. القطع ما تختصر على الشغلات الموصلية، نحن شعب عاش في مدينة الموصل من الأكراد من المسيحيين من المسلمين من التركمان من كل القوميات والديانات. وقد أنفق الطائي 50 مليون دينار عراقي أي نحو 33,000 دولار على شغفه هذا ليزيد مجموعة مقتنياته، كما أنه يقبل القطع التراثية التي يتبرع بها البعض للمتحف. واستعرض إحدى القطع في متحفه حيث يتردد عشرات الزوار على متحف الطائي يوميا. شعور رائع جدا، يعني بوجود اللي أنا فقدته من تراث من بيوتات قديمة مدينة الموصل، وفقدته أكثر من 10,000 صورة من صور عائلتي وأجدادي وأعمامي وأهلي وناسي، جت لهذا المتحف البسيط اللي رائع، جمع كل التحفيات والآثار اللي تربينا عليها أنا وآبائي وأجدادي وأخوتي. فهذا ذكرني بكل حياتي السبعينات والستينات، جمالية الروح وجمالية البساطة اللي عشناها.